الشرك ينقسم الى شرك اكبر وشرك اصغر فنمبارنا الله سبحانه وتعالى بيسكر زمو يزو مثلي فنمبارنا لبي لمثلك اخطر ما يكون هو الشرك زمو زين خرابي راح تجي لدي ني فنمبارنا الشرك الشيطان يضع لك شباك يصطادك بها في الشرك مثل الان انت تصيد السمك هو يصطاد بني ادم يريد يوقع بني ادم في هذه الشبكة حتى تقع في الشرك. الشيطان كان إن الدنيا ما بياس إيش كذا زندرين فيران غوري فيران ميشن وس فيران غوري بس كذا ما ميترين دنيا أمي لا لان شيل كنو أم بيسان الشيطان إن ذا بس زن. شيل زن بنتام من الشيطان يا أن ديسي ما كان إن ذا شيل زن شو بدير أمي إن سكيم واتنا فمش فو بزن إستو ما نلاو على فجأة نو فارس مش ميلا كونغ ما كان إن شيل. ينقسم الشرك إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك أراكن فنتين تودي مزارعه مشرك لبي مشرك كيف؟ قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ متمسو لنا كريم أن تجناه ومو بينه مشرك فنام بسني الله. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. ما معلم جبته ما قت في روح أنا من الله نيو شو نيسن زنبي فن فن مسام زن زاو جسي فن مسام بيلبي زي زنبي تو فن فنتينا أمبارا نواس. يقول لك ما هو الشرك؟ من ثاني نوم زيد بكيو هل إنما توي الشرك إذن هل تعرف الشرك مو بفعل لهم شنو الشرك إذن إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري قال أول سكت شفاط لهم زنو شنو الشرك إذن تكني هو تنين نزال لهم فهو ميت فكوسي بلتا في سماة الشرك لهم فشفاط لهم لابد نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه كسي ماي تميل فانت سيك زنزاب رجل نوي شير كزن بس يا تونغ سيك وتفيل سيا تنيو شير كيو سيا فوتان علي بيجو